سعيد طبعا بالتركيز بتكريم راديو 99 افضل راديو 2016، الحمد لله افضل مذيع سالي عبد السلام، افضل مذيع يونس، افضل برنامج مينا ورانا. طبعا سعيد جدا الحمد لله. راي حضرتك في وجود على طول الراضي في اي تكريم؟ الحمد لله غالبا بتبقى تكريمات فيها فوتنج، فاعتقد الحمد لله ده تواصل بيننا وبين الجمهور.